السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا ثامن. اليوم سوف نتابع حل التذوق والأدبي من قصيدة في وصف نهر. نقوم في البداية في قراءة الأبيات، ثم بعدها نبدأ بحل متابعة التذوق الأدبي. في وصف نهر: عرج من عرج الكثيب الأعفري، بين الفرات وبين شط الكوثري، وجد ولا كأراقم حصباؤها كبطونها، وحبابها كالأظهر، والورق تجدو والأراكة تنثني، والشمس ترفل في قميص أصفر، والروض بين مذهب ومفضل، والزهر بين مدرهم ومدنر، والنهر مرقوم الأباطح والربا بمصندل من زهره ومعصفر، وكأن خضرة شطه سيف يسل على بساط أخضر، وكأنما ذاك الحباب فرنده مهما طفى في صفحة كالجوهر. نهر يهيم بحسنه من لم يهم، ويجيد فيه الشعر من لم يشعر. أمل بلغناه بهضب حديقة، قد طرزته يد الغمام الممطر، فكأنه والزهر تاج فوقه، ملك تجلى في بساط أخضر. نبدأ في حل التذوق الأدبي، وصلنا إلى هنا. السؤال الأول يقول: وضح الصورة الفنية في الأبيات الآتية. وجد ول كأراقم حصباؤها كبطونها، وحبابها كالأظهر. ماذا قلنا هنا؟ ماذا شبه الشاعر؟ شبه الجدول بماذا؟ بأفعى، بذكر الأفعى. هنا الأراقم هي ذكر الأفعى. حصباؤها أي كبطونها، وفقاقيع الماء كظهورها، أي هنا شبه الجداول بأفعى. إذن هنا شبه الشاعر الجدول بأفعى، حصباؤها كبطونها، وفقاقيع الماء كظهورها. باء: وكأن خضرة شطنه سيف يسل على بساط أخضر. هنا شبه الشاعر ماذا؟ النهر وسط السهول الخضراء بسيف كان على بساط أخضر. شبه النهر وسط السهول الخضراء بسيف على بساط أخضر. جيم: فكأنه والزهر تاج فوقه، ملك تجلى في بساط أخضر. هنا شبه النهر بالملك والزهر بالتاج. شبه النهر هنا بالملك والزهر بالتاج، والعشب بالبساط الأخضر. وشبه العشب بالبساط الأخضر. السؤال الثاني: استخرج صور فنية ووضحها. في الكثير من الصور الفنية ثامن قلناها في الأبيات. عنا مثلا: قد طرزته يد الغمام الممطر. هنا صور الغمام بإنسان له يد. السؤال الثالث: وظف الشاعر عنصري اللون والحركة، وضح ذلك من خلال الأبيات. قلناهم في النص. عنصري هنا مثلا عندنا في سيف يسل في بساط أخضر، على بساط أخضر. هنا عنصر الحركة وعنصر اللون عندنا، واللون والروض بين مذهب ومفضض، أيضا هنا عنصر لون. السؤال الرابع: ما العاطفة البارزة فيما يأتي؟ والشمس ترفل في قميص أصفر. هنا عاطفة الإعجاب بالغروب. نهر يهيم بحسنه
نهر يهيم بحسنه من لم يهم. هنا عاطفة كانت الإعجاب بالنهر، عاطفة الإعجاب بالنهر. السؤال الخامس، لما أبدع شعراء الأندلس في شعر وصف الطبيعة في رأيك؟ والسبب في هذا هو كان جمال البيئة الأندلسية، جمال بيئة الأندلس. إلى هنا ونكتفي يا ثامن، نلتقي في حصة قادمة سوف نقوم بمتابعة حل القضايا اللغوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.